السلام عليكم. اليوم معنا الفنان محمد الزهري. محمد الزهري السلام عليكم، مرحبا بك معنا في هند بريس. الله يبارك فيك للا. ممكن تعرف لنا بنفسك محمد الزهري، فنان محمد الزهري؟ محمد الزهري انسان بسيط جدا عادي، ربما كيعيش كأي انسان، غير كانت عندي بعض الاعمال الفنيه من بينهم هذا النوار طاس، والحمد لله كنت واحد التجربه قبل، لانني ما كملتهاش ديال واحد العرض نوان ديالو دقه الصباط اللي هو مجتمعي، كيحكي على المجتمع كيف طبيعه الحال. هذا العمل شو كيحكي على المجتمع، ناهيك عن بعض الاعمال اللي كانت قديمه في الميدان، يعني خاصه المسرح، ودازت يعني شي تجارب سينمائيه بسيطه، تجارب يعني مع ناس في الميدان في تنشيط تربوي كذا، على يعني في المؤسسات التربويه من ناحيه دور الشباب، المركبات، بزاف الامور، ربما يعني اش غادي نقول لك، خلاتنا اننا نحاولوا بما امكننا اننا نطوروا نفسنا ونجاهدوا ونقولوا باننا كاينين مغاربه ممكن انهم يعطيو شي حاجه لهاد البلاد مزيان، وانا مع الناس اللي كيحبوا هاد البلاد، ماشي يعني كيسبوها او لا مثلا يعني كيحتقروها، لان بلد ديالنا من اجمل البلدان في العالم، وهذا كنقول لك يعني من تجارب اللي خديتها وربما من المعلومات اللي عرفتها. غير حنا كنتمنوا الاحسن والاحسن للمواطن، لان المواطن هو اللي كياكل العصا في اخر المطاف، وكنتمنوا اننا نكونوا يعني في احسن الاحوال يعني من السنوات القادمه ان شاء الله، ما نبقاوش نشوفوا اللور ان شاء الله. احنا اليوم في تغطيه صحفيه معكم في نواف في الطاس، الا ممكن تعرف لنا على هذا السبيكتاكل وكيفاش جاتكم فكره نواف في الطاس؟ نوار طاس ربما هما بعض الافكار اللي كانوا من يعني افكار قديمه كنحاولوا اننا نبلوروها بشكل افضل. نوار طاس ربما انسان بزاف ما غاديش يفهم هذه المساله، وبزاف الناس ما غاديش يذوقوا معنا هذا النوار، اللي بحكم انها ما كتشربش، هي غير نوار طاس كعنوان، ولكن اشنو فهمتي يا انسان من هذا النوار طاس؟ دونك تعال لو بغيتي تفهم، تعال تشوف لو بغيتي تفرج، تعال تاخذ فكره على هذا النوار طاس، علما انك انت راك عارفها كاي مشرقي غيعرف انها مجرد قهوه، كله كيفاش غيدير الاسقاط ديالو، يقول ربما هذا واحد سبيكتاكل في قهوه او لا شي حاجه، مع العلم ان داك الشيء كامل هو مخالف تماما، وهو الفكره ديالو على اساس ان هذا النوار طاس هي محلول في فنجان، او لا محاليل نقول لك مثلا في فنجان، غير نديروا بعض الاسقاطات ونديروا بعض الامثله باش توصلنا واحد الفكره، اللي الفكره ان شاء الله بغينا نوصلوها في هذا السبيكتاكل. من بينها واساس ديالها هو ان نرسخوا في الشباب او الجيل الحالي انه حب الوطن والغيره على الوطن والقيم والمبادئ، ويعني ونخرجوا من واحد القوقعه ديال اننا عندنا واحد العقاد ديال الاجانب مثلا ربما كنحترموهم وما كنحترموش نفوسنا، نعطيو قيمه لنفسنا باش نرفعوا من بلادنا ونهزوا من رايتنا المغربيه، يعني لان المغرب من اجمل البلدان، وحنا وانا متاكد بان المغرب بحد ذاته كاينين طاقات في جميع الميادين، ماشي في القطاع الفني لوحده، غير حنا علاش مثلا باقيين بحال ما هكذا، يعني علاش؟ هذا تساؤل بحد ذاته، وبامكاننا اننا نديروا بزاف الامور اللي ممكن ان ما يديرهاش بزاف الناس. واش يعني ملي كتشوف ناس او لبعض القوم كيبانوا لك ولاو كيبانوا لينا حنا او نقولوا بصفه عامه انهم كائنات فضائيه، اشنو كيديروا هذوك الناس اللي ما قدرناش نديروا حنايا مثلا كمغاربه؟ فعلا. علاش عندنا هجره الادمغه؟ علاش عندنا يعني البطاله؟ علاش عندنا كذا؟ علاش كذا؟ علاش هذه كامله التساؤلات ربما كنعالجوها في هذا الموضوع اللي هو نوار طاس. يعني لا بليبار ديال الناس، اغلبيه الناس، انا نعطيك واحد المثال بسيط جدا، انا لو قلت لك بغيت واحد النهار يعني اضراب لكاع لي كوفي، يعني نقول لك منطقه او مدينه او المغرب كامل، ربما نديروا عليهم اضراب نهار واحد مثلا، نشوفوا شحال عندنا ديال البشر، نشوفوا النسبه ديالنا، ربما غنكونوا اكثر من الصين في هذه اللحظه هذه، ولكن غير حنا
بغينا احنا بغينا ننتجو، احنا المغرب عندنا غيره على البلد، بغينا البلد يكون يعني قوه، علاش ما يكونش بلد ديالنا المغرب حداش قوه؟ شنو فرقنا وفرق ما بين حنا هادوك بشر وحنا بشر؟ علاش الناس واصلين في واحد المستوى حنا باقين في واحد المستوى وباقين غير يعني مضاربين مع نفسنا يعني الغلاء على المواطن بزاف الامور اللي كياكل فيها الضق غير المواطن؟ علاش هاد المسائل حنا واش هاد الحياه ربما نموتوا احسن لينا من حيانا حنا في هاد المساله هذه؟ لاننا كنبقاو نعانيو في هاد المعاناه، كاين اللي ما لاقيش خدمه، كاين اللي باغي، كاين اللي باغي كل شيء باغي، يعني علاش ما توفرش لينا بعض الحاجيات بسيطه بمشترك انساني؟ لو ان هاد الناس كانوا يامنوا بمشترك الانساني، لو كانت السيروره الانسانيه اننا غنكونوا بخير وعلى خير. فعلا. شكرا فنان ديالنا العظيم، بارك الله فيك، لنا لقاء ان شاء الله. ان شاء الله.